هل الرياضة بتاعتنا دي اللي احنا دايما بنتكلم فيها، كان دايما انا دايما يحطوني في قفص اتهام، يقولوا لي ايه هو انت عايز رياضة تانية؟ يعني عامل رياضة لنفسك كده، بص النص الكوباية المليان والعين الحلوة والمدينة الفاضلة وده هيسيب الماتش لده، والخسران هيسلم على الكسبان ويقول له مبروك وده يقول له هارد لك. الكلام ده مش موجود في الرياضة، هم قالوا لي كده. فأنا قلت لهم لا، ده هي الرياضة اتعملت عشان الأخلاق، عشان يبقى فيها حاجة حلوة زي مصر كده، فيها حاجة حلوة، الرياضة اتعملت عشان كده. طب ايه يعني؟ واحد يقول لي يعني ايه؟ امتى انت شفت فرقة خسرانة بتقول لفرقة كسبانة ألف مبروك، والتاني بيقول أرض لك وبيسلموا على بعض؟ لا، ده أنا شفت بقى فرقة بتهدي لفرقة بطولة عشان ظروف أو إصابة جمهور. ده مين إن شاء الله اللي عمل كده؟ النادي الأهلي. النادي الأهلي عمل لقطة للتاريخ مع الاتحاد السكندري. النادي الأهلي طلب من الاتحاد المصري لكرة السلة، الأهلي طلب من الاتحاد المصري لكرة السلة بإعطاء بطولة السوبر في الباسكت أو السلة لنادي الاتحاد السكندري بسبب أحداث المباراة، تقديرا لجماهير الاتحاد السكندري بعد إصابة بعض الجمهور. الكلام ده عندنا؟ آه الكلام ده عندنا. طب الفرق التانية هترضى؟ الفرق التانية دعمت النادي الأهلي في هذا القرار، والاتحاد موقفه إيه؟ مش عارف. هاتفيا الدكتور مجدي ابو فيخه رئيس اتحاد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا فندم؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ يا رب دايما. ما يخص يا فندم طلب النادي الاهلي باعطاء البطوله للاتحاد السكندري، هل هذا قانونا؟ هذا ممكن يطبق؟ اخذت قرار بالفعل؟ هو فعلا هو القانون بيقول تستكمل المباراه زي ما هي بكل احداثها، يعني باللاعبين بالحكام بالتوقيت بكل حاجه، إذا بدأنا الكونسول الثالث. ده قانون، لكن احنا برضو احنا زي ما حضرتك قلت رياضة أخلاق ورياضة يعني فيها كل حاجة كويسة. لا، احنا كاتحاد استقبلنا خطاب النادي الأهلي بكل ترحاب ووافقنا عليه، لأنه هو يعني ظرف خاص بظروف مباراة معينة كان الاتحاد متقدم، لكن الباسكت ما فيهوش حاجة اسمها يكسب غير اخر دقيقه، لكن النادي الاهلي قال رغبه منه وللجماهير الاتحاد العاشقه للباسكت واللي حصل، وان المباراه كانت ماشيه في سياق نادي الاتحاد. احنا شايفين ان البطوله دي تروح لنادي الاتحاد، والاهلي ما عندوش اي مانع من اعطاء الكاس لنادي الاتحاد. طبعا ده حاجه جميله جدا، روح فعلا زي ما حضرتك في بدايه كلامك قلت الرياضه فيها كل حاجه كويسه، فيها كل حاجه كويسه، فيها ناس محترمه، فيها ناس بتفكر، فيها ناس بتقدر. فعلا الموقف جميل من النادي الاهلي، والاتحاد استقبله برضه بكل ترحاب واريحيه، وان شاء الله هنعلن عن موعد تسليم الكاس نادي الاتحاد في نادي الاتحاد باحتفاليه برضه كبيره الجماهير، وعشان الجماهير العاشقه برضه تحتفل ببطولتها اللي هي تستحقها بصراحه. اذا يا فندم حضراتكم اخذتوا قرار خلاص؟ فعلا الحقيقه يعني اعتقد ان هو يعني قرار رائع، ابسط حاجه يقدمها النادي الاهلي ويقدمها اتحاد اللعبه للجمهور ده، تكريما للجمهور اللي تعرض للاصابه، واعتقد ان هي لفته رائعه. يعني هي لفته اكتر من رائعه الحقيقه، و يعني حاجه جميله جدا، و يعني زي ما حضرتك قلت هي دي رياضه، والرياضه فيها كل حاجه حلوه والله يا جماعه. صح، وكفايه الموقف نفسه، الموقف نفسه يوم الحدث طبعا، اعضاء مجلس اداره الاهلي العمري بيه فاروق والدكتور محمد شوقي وكابتن خالد العوضي المشرف النشاط الرياضي جريوا في المستشفى، وجريوا عشان ينقلوا المصاب بتاع الاتحاد الاسلامي ربنا يشفيه وتمشي على خير. صح، في المستشفى دي مستشفى ثانيه، كانوا بيجوا وقلت في كذا حته، كانوا بيجوا يركبوا عربيتهم عشان يسبقوه عشان يستقبلوه في المستشفى الثانيه. منظر جميل، جمهور الاهلي نفسه وهو متعاطف جدا مع الاتحاد وبيقول لهم تعالوا باتوا في بيوتنا وتعالوا يا جماهير الاتحاد. يعني هي دي الجماهير يا جماعه اللي بتشتم بعض على الميديا؟ وهي دي الجماهير؟ لا، ما اعتقدش هي دي الجماهير فعلا الوفيه لناديها وبتشجع ناديها، وبرضه في نفس الوقت في المواقف الصعبه هتلاقيها فعلا ناس يعني جميله وصاحبه واجب زي ما بنقول.
بشكرك يا فندم، ويا رب دايما كده اللقطات كلها لقطات سعيده، واللي جاي ان شاء الله يكون يا خير. رب يا رب يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله، بشكره شكرا جزيلا.